وننتقل إلى المقابلة أخرى اللي كتجمع ما بين تريبلت الحبشي وتريبلت يوسف الصغير. حمزة شحال السكور يا حمزة؟ حمزة إذا النتيجة 3-0 لصالح تريبلت الحبشي اللي كيلعب مع كل من أنس عرعور وعماد وتريبلت حمزة خربوش كيلعب مع كل من يوسف الصغار وميلود. حمزة خربوش محاولة لوسط الصغير يمكن لعب هذه الكرة محاولة لحمزة خربوش نتيجة كتغير كتصبح 3-1 عند رشيد حجي واحد نص صغير مع خالو مع خالو محاولة للعماد كتشيل بعيد قابو عماد يربح برافو خربوش تيربح سيد عاد الكرة الآن طاجي لرشيد الحبشي أو أنس عرعور برافو أنس كنسمو كان كيبقى كارو ما تقولش يا بابا ما تنضربش لعبوا تي بسطوري يا بابا السلام عليكم كي يا هاني الله يحفظك مرة أخرى ميلود تصور لي بابا أنا بابا غنضرب دابا بابا ما تقلقليش يا بابا كره ديال انس على غور كتجي رائعه بابا قطعة بابا تبرصني كيسبق قطعة بابا شوف شوف انا جاي يوم
ابو شارب بصراحه هذه نهايه قبل الاوان. كان جمع ما بين ابطال كبار من تريبلت رشيد الحبشي ويوسف الصغير، لاعبين مميزين على الساحه الوطنيه في رياض الزفوره الحديديه. محاولة لليس الصغير عشان يربح الكون. محاولة لرشيد الحبشي كتمشي في لعب الكرة محاولة للهريلا نتيجة فهي 4-1 4 عند تريبلت حبشي 1 يوسف صغار. محاولة لأنس عرعور يا 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 الكرة محاولة للريلا برافو ريلا سيربح الكوان بشكل جيد. محاولة العماد بطريقة جميلة تيربح الكوان. نطول الحمزة في إبهار الكرة. برافو حمزة تيربح الكرة. تغير مجرى الهدف. رشيد الحبشي جاي يربح الكوان.
ولد الموسى صغير صوتي جمهور يتابع للمقابلة هنا من ملاعب نادي الاتحاد الرياضي السلوي للكرة الحديدية. النتيجة كما قلت فهي 5-1 5 لصالح تريبليت رشيد الحبشي كونتر تريبليت يوسف صغير. محاولة ديال الهليل التي ربح بها البوان. الآن الدور ديال أنس عرعور بعد الكرة وبالفعل تيبقى كارو. النتيجة 5-1. مرة أخرى الهليل أكيد ما تيربحش البوان. حمزة خربوشي تمكن من إبعاد الكرة. الآن الدور للعماد. كرة ديال يوسف صغير تمشي رائعة. يدير هذا الدوري الحكم الزائر، حكم الزائر زائر من عصبة الوسط. محاولة لأنس عرعور يستطيع باش كيبعد الكرة. النتيجة فهي 5-1 لصالح تريبليت رشيد الحبشي.
انتهى الاربيت، انتهى الاربيت. تم استضافة بعض النقاط، أصبحنا زوجات سعود، سعود مقابل واحد. النتيجة هي سعود مقابل واحد لصالح تلفيت رشيد الحبشي. تربلات يوسف صغير هنا برسم ربع نهاية الدوري الودي الذي يقدمون الاتحاد الرياضي السلوي للكرة الحديدية هنا بملاعب حديقة السلام بمدينة السلام. الآن دور ديال هريلا محاولة يربح هريلا بوشوني كرة مزيانة أنس عرعور كيستعد باش يباع الكرة ولكن ما كيستعدش باقي البوان عند يوسف صغير برافو أنس يتمكن من إباع الكرة محاولة ضائعة من طرف هريلا ما كيوصلش الهدف شي ضربه زوينه يا صغار تيتمكن يلعب الكره جوج كرات مقابل جوج كرات، جوج كرات عند حبشي، جوج كرات عند حمزة خربوش. نتيجة سعود مقابل واحد. برافو حمزة خربوش. ارجع. محاولة لرشيد حبشي ديما ضربه تم يلا 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 رشيد الحبشي تيربح البوان إذن حمزة خربوش كيضرب كورة على ثلاثة إذن أربعة نقاط كيضرب وتبقى كارو كيسجل أربعة نقاط كتغير النتيجة كتصبح سعود مقابل 25 النتيجة كتغير كتصبح سعود مقابل 5 سعود عند رشيد الحبشي 5 عند يوسف صغير من جميلة فيها المتعة والفرجة
ريكس ريلا ريلا تيربح الاخوان شي خلي ريلا الله يعطيك الربح انا سعر هورسي ممكن يلعب الكره مرة أخرى هلي الله سير شاعر تأشير وسير بحر الكوان محاولة لليسار برافو يسار في سمك المتاع الكورة محاولة للعماد تيربح الكوان كوان كتبقى بعيدة كورة يعني مازال كوان يوسف صغير برافو أناس كيف ممكن كيدير الكارو كرة ديال الصغير كانت شي ضائعة برافو الحبشي محاولة جميلة سير واحد البوان برافو حمزة خد وشي ممكن باش كيبيع الكرة إذا نقطة إضافية تصبح نتيجة 10 لا لا هاي النتيجة فهي 10 مقابل 5 10 عند رشيد الحبشي 10 عند فرد 10 عند الحبشي 5 عند يوسف الصغير مباراة ربع النهاية الدوري الودي الذي ينظمون الاتحاد السلوي للكرة الحديدية الناس على غرفة يمكن يبيع الكرة معليش معليش برافو هلا شيش مكان من ربح الكوان مرة ثانية
الساعة ورتي لعب الكرة بشكل جيد. برافو حمزة خربوش جاي لحد الحوا. الآن دور لرشيد الحبشي في إبعاد الكرة. كرة ثانية كداء من طرف رشيد الحبشي. النتيجة 10-5. يعني نقطة الأرض اليسرى إذا قد جوج نقاط سعد عشران ديالنا يوسف جوج الأرض اليسرى شويه تزيد 3 نقاط في الارض لليوسف الصغير. و4 نقاط اضافيه تصبح النتيجه سعود عند يوسف الصغير 10 عند رشيد الحبشي. النتيجة كتغير كتصبح تسود عند يوسف الصغير 10 عند الحبشي. محاولة ديال هريلا كرة هذه تخرج خارج الملعب تلغى الملعب التيران تراسي. عماد تيربح الكوان. محاولة ديال هريلا مرة أخرى. برافو هريلا تيربح الكورة بوشومي. الدولي الأنس عروة في إلعاب الكورة. برافو أنس يتمكن من إلعاب الكورة.
راجل حمزة خربوش ناقصة. حمزة أكون مش صغير يحاول باش يخرج الهدف. برافو يسعد يمكن رباط الجولة وتبقى النتيجة على حالها. محاولة للصغار في إخراج الهدف وإلغاء الجولة، لكن كي استطاعت إلغاء الكرة حمزة خربوش يربح لكم. Thank you.
بهذا تنتهي المقابلة بفوز تريبليت رشيد الحبشي كونتر تريبليت يوسف صغير بروح رياضية بعد الدوري الودي الذي ينظمه نادي الاتحاد الرياضي السلوي للكرة الحديدية تكريما للبطل عزيز وهبي وبعض الفعاليات الرياضية. هذه الأجواء اللي هنا بملاعب نادي سلا للكرة الحديدية بعد نهاية المقابلة نصف النهاية عفوا ربع النهاية وتأهل ثلاثية تريبلت رشيد الحبشي إلى نصف النهاية. نكتفي بهذا القدر، شكرا لكم وإلى اللقاء.